فإذا كانت
تظن أني جئت لأبطل الشريعة أو الأنبياء؟ أنا جئت لأبطل بل لأكمل. الحق أقول لكم، لن يزول حرف أو نقطة من الشريعة حتى يتم كل شيء أو تزول السماء والأرض. فمن خالف وصية من أصغر تلك الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا مثله عد الصغير في ملكوت السماوات. وأما الذي يعمل بها ويعلمها فذاك يعد كبيرا في ملكوت السماوات. كلام الرب. بدون ما تزعجها.
كان في شغل كتير بالمدرسة وأشياء بيجوز ما تخص مباشرة شغلة هي الإدارة أو غيره، بس كانوا عينيها الساهرة على كل شيء في المدرسة، على كل شيء في المدرسة برا وجوا. الأهالي اللي إجوا عنا واللي شفناهم هاليومين ثلاثة كلهم كانوا يقولوا لما نشوفها نشعر براحة، نجي مع مشكلة لبنتنا تطمنا تفهمنا تقلنا لازم نقال. بعمرها منال ما ضحكت حدا بكلام مش مظبوط. الحقيقة دائما تقول أنتم بتذكروا كلمة تفوت على أوضة المعلمات لازم تقول لكم إياها، كانت تقول لكم إياها، ما كانش تسحي منكم واللي لازم ينقال كانت تقول. فكل أهل هاليومين شهادتهم كانت منال وجه لحبوب صبورة تصبر معنا تعالج مشكلة بنتنا معنا تعطينا أمل تعطينا قوة تعطينا شجاعة. هذه اللي حكوا دائما عن منال فأمنتها بالشغل أكبر شهادة لها في السماء. هاي الشهادة اللي أخذتها معها على السماء أمنتها في شغل إيمانها بالله شهادتها للسماء محبتها لأهلها هي أكبر شهادة لها في السماء. هلا دخلت منال على المستشفى قبل ما تتوفى خمس ايام، خمس ايام قضيتهم في المستشفى كنا على اتصال دائم كل النهار كل الليل معها. هلا تقريبا كل العائله كانت بحلايها. كان اكثر شيء اخوها ميشيل واقف جنب صغيره بالظبط. كثير مرات كنا نمس فقلنا اكيد ابوها دعوا مرت اخوها، مرت اخوها تستاهل تمثال يعني. يا هيك مرت اخي بلاش، يا هيك انسانه يا بلاش. هلا نحن كنا ليل ونهار معهم، مرة نصلي المسبحة، مرة نرتب، دائما أنت بتقول نصلي، مرة كثير نصلي نحن السلام عليك يا مريم اللي جابونا يا قديسة مريم. كانت دائما تاخذ مني ما تقدرش تحكي، تطمطم دائما تتابعنا وتحكي معنا، يعني تسمع شو عم نحكي. دائما تطلب هي تقول نصلي، كان دائما تقول نصلي. وأخوها ميشيل دائما يتصل فينا يقول لنا صلي. عشان يعني لآخر دقيقة كانت واعية واعية بشجاعة، واعية بشجاعة، لا قالت لأهلها أخ ولا شيء. يعني كان دائما لما تتوجع تخبي وجعها تبكي بالغرفة لما أمها تدخل تمسح دموعها كأنه ما في شيء. هلا بدي أقول شيء كثير كثير يعني أثر فيي وقلت لها منال كل حياتي مش رح أنسالك يعني، مع إنه أنا كل حياتي مش رح أنسى محبتها للمدرسة محبتها لأهلي الخاصة. طيب عمري ما كان سالة إياها، بس اللي آخر شيء قاعدة سفامي عم تحكي معها الساعة 9 الصبح عم تحكي مع ميشيل وهي عم تسمع. وصلت مع ميشيل بالآخر طلعت أنا ورحت رحت عند سفامي لقيتها عم تحكي مع ميشيل، قربت راسي هيك أنا على الكاميرا بقول لها ميشيل منال قديش تسوي شعور؟ فتحت عينيها، كان صار لها يومين مش مفتح عينيها. بس قبل اجى شو مش فتحت عينيها، هذه مش رح انساها. لاخر دقيقة بتقول لابوها عيط فلان يوم عيد، شو بقول تعب، عيط اختي من يومين كان عيد، مثل ما قلت لكم يعني بقول تعب فلان اجى. ف اخر دقيقة هيك نحن عم نطلع عليها، يعني لما فتحت عينيها لما سمعت انه انا جيت على الكاميرا بعد ثلاث ارباع الساعة منال انتقلت للسما. بعد ثلاث ارباع الساعة، قبل ثلاث ارباع الساعة اجت ثلاث ارباع الساعة كانت عم تنتقل بشبابها بالمسبحة معنا. ومنال قالت لهم ما بدي حدا يزعل لا بحياتي ولا بعد موتي، بدي اياكم تكونوا وياكم فرحانين لانه كان خلقت للفرح للبنت، خلقت للفرح شايفين صورتها وكلكم طبعا بتعرفوا. فتصور انه ايمانها منال محبتها لاهلها امانتها بالشغل اكبر شهاده لها عمرها. ومن هون باسم البروفيسور ابو منال نشكر اليوم على رغم كل العلاج باسمكم جميعا بفعل احب بديش اقول تعزينا بقول تهانينا لا
مشاهدة خياتها أخوتها الأخوالها بسموا كلهم بسمنا نحن وهني أمها لرب وهني أمها وأبوها لرب أن تقدس بالروح القدس هذه القرابين التي أتيناك
ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية.
فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب الكبير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. والآن لنرفع إلى الله أبينا الصلاة التي علمنا إياها يسوع طالبين غفران خطايانا ولنقول أبانا Thank you.
الله الواحد الأحد. قلة هي المرات التي يقف فيها الإنسان ذو الفم الملآن عاجز عن الكلام. إيماننا يقوينا، وإن كانت مشيئة الرب فهذا مرادنا جميعا. غريب أن تستهجن الكلمات نفسها، فعقولنا وقلوبنا لا تصدق الواقع، فإننا لا نعزي الأهل والأحباء بل نعزي أنفسنا أولا. لكن منال ذكية جدا، فقد رحلت آخذة معها ألمها ووجعها ومرضها، وتاركة لنا الذكرى الطيبة. تركت لنا ضحكة رائعة تملأ أرقى وصفوف، تركت لنا مثالا في التفاني والعمل الدؤوب والتضحية والأمانة، تركت لنا مثالا في مساعدة القريب، ولكن أعظمها مثالا في المحبة. باسم الهيئة الإدارية والهيئة التدريسية وجميع العاملين في المدرسة، نتقدم من أمنا الأخت ميافوري، ومن والد ووالدة منال، وجميع الأهل في الوطن والمهجر بأحر التعازي لخسارتنا الكبيرة. أما منال فشكرا منال، شكرا لأن دروبنا قد تقاطعت، شكرا لأن الفرصة كانت لنا بأن يمر شخص مثلك في حياتنا. لكن الرب قد قال أن حصتنا انتهت، وقد حان دوره في سعادة جوارك. رحمك الله منال، وأسكن قلوبنا جميعا الصبر والسلوى. أعطها يا رب من باب الجحيم.
القدس. آمين. اذهبوا في فرح وسلام المسيح. وأكيد إنه مريوسف حتى جانبه فوق السماء.